السلام عليكم لي زامي. دائما في اطار التعريف بالحرف والمهن في شارع التوب، اليوم نحن امام بائع الاولي ولد الحاج هنا بشارع التوب زنقة سيدي بنور، معروف هنايا ببيع الادوات المنزليه وخصوصا المطبخ. كما كتشوفوا الاخوه، انتم كتشوفوا هنايا مجموعه من الاوالي، ابريق شاي، مقلات، كوكوطات، مجموعه من الامور. السي ولد الحاج معروف هنايا في شارع التوب، الرخام معروف بواحد اللازمه كيقول فيها تخربيقه بألف، تخربيقه بألف، هذه اللازمه عنده معروف بها هنا في شارع التوب. لهذا كنوجهوا نداء لجميع العيالات يجيو يشوفوا هاد السيد هذا كيفرش في الارض، وهذا الشيء في اطار التعاون مع الفراشه، حتى هما الناس مساكن تيقلبوا على طريف الخبز، الله يسهل عليهم والله يدير لهم شي تاويض الخير. والحمد لله مع هاد القانون ديال الضمان الاجتماعي اللي قالوا سيدنا، الحمد لله جميع الفئات غادي تدخل في هاد لاسينيسيس، غيولي عندها حتى هي الحمايه الاجتماعيه لهاد الفئه وفئات اخرى متنوعه. نحن الان فقط نريد ان نعرف بالحرف اللي كتتزاول هنا في شارع التوب، الفراشه، مالي الحوانت، جميع الناس اللي كتمارس هنا التجاره. كما كتشوفوا مجموعه من الاواني، الاشكال والانواع، الحمد لله بريردات، ها الصفار، ها الحمار، ها الخضار، داكشي ما نعاودش فيكم تبارك الله. جميل، الله يسخر، والى فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى لكم عيد مبارك سعيد، وتعطونا التعاريخ ديالكم وجيم والاشتراك ديالكم، وما تنساوش تقولوا لنا في التعاليق المهن اللي بغيتوا نديروا عليها فيديوهات ان شاء الله، والى اللقاء. We will rise up and we follow the path.